في حياتنا صور كتير مقلوبة، وفي مجتمعاتنا مشاهد كتيرة مغلوطة. عشان كده احنا النهاردة بنوجه سؤال لكل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا، بنقول مين يعدل الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي ومشاهدات قنوات مصر التعليمية، وكل عام أنتم بخير. دعونا في البداية نرحب بالضيف الجليل الأستاذ جمال سليمان، الموجه الأول بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا اهلا بحضرتك وسهلا أستاذ جمال. استاذ محمود، اهلا كل سنة وسهلا وحضرتك بيك طيب. وانت طيب استاذنا. اهلا أستاذ جمال، وسهلا. إحنا النهاردة في برنامج مين يعدل الصورة بنحاول بقدر الإمكان نضع أيدينا على كل الصور المغلوطة اللي موجودة في مجتمعنا المصري والعربي، وبنحاول نضع الحلول لهذه تمام. الصور حتى نقوم يعني بعدل هذه الصور كلها. نعم. من الصور المغلوطة اللي موجودة في مجتمعاتنا، بما إن حضرتك متخصص طبعا موجود معانا من وزارة التربية والتعليم، نعم. يعني منظومة التعليم وأحوال المعلم، أحوال الطالب، أحوال المدرسة. احنا النهاردة إن شاء الله عايزين نقول إن في صور مغلوطة، ونحاول مع بعض إن شاء الله نحط إن شاء الله الحلول إن شاء إننا الله. نعدل الصور دي. بالضبط إن شاء الله. الأول يعني منظومة التعليم، هل من نظر حضرتك أو في رأي حضرتك كده هي على أكمل وجه، ولا يعني هناك بعض الخلل اللي موجود في هذه المنظومة؟ اولا برحب بحضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب وحضرتك بمناسبه طيب وبخير رمضان. سنة يا رب. ويعني منظومه التعليم يعني فيها حاجات كتير معقده وفيها سلبيات كتير، ولابد ان احنا نجد حلول. يعني مش عايزين حلول فوريه، يعني تمام ممكن ناخد حلول تدريجيه على قدر المتاح، واخد حضرتك؟ بالضبط. فطبعا المشاكل كثيره جدا، ومحتاجه ان احنا كلنا كمجموعه نتكاتف ونتعاون من اجل حل هذه الايه المشاكل اللي قدامنا إن شاء الله ان شاء الله. يعني اتفضل اتفضل اسمع. بن اتفضل طيب يعني حضرتك شايف ان بكل تأكيد زي ما احنا شايفين، ومش هنحط دماغنا في الرمل زي ما بيقولوا وندفنها، يعني عايزين نضع ايدينا على بعض هذه الامور اللي موجودة واللي بتعتبر بالفعل يعني مقلوبة وعايزة تتعدل. تمام. يعني هنبتدي كده، يعني ناخدها حاجة حاجة كده، لأن المشاكل كثيرة ومتفرعة ومتعددة. نعم لو قلنا من ناحية المعلم، يعني هنبتدي من ناحية المعلم اللي هو عصب العملية التعليمية. تمام المعلم النهاردة، واخد بحيثك، يعني محتاج إلى تقييم وتقويم تمام من ناحيتين. خلينا نقول التقويم الأول عشان نقدر نقيم بعد التقويم. تمام كيف يتم تقويم المعلم خلال هذه الفترة؟ طبعا أنا شايف إن الوزارة ما شاء الله يعني بدأت في هذا الأمر، إنها بدأت تعمل يعني تدريب للمعلمين على كيفية أو يعني علاج للمعلم اللي هو يعني مستواه يعني قليل شوية. تمام لكن مش عايزين نتهم المعلمين بالمستوى القليل، معلميننا علينا ورسنا وناس افاضل كلهم وما شاء الله في عليهم، مستويات متفاوتة، ده في كل مجالات وكل العمل. المجال في مجالاتنا تمام هتلاقي فيه تفاوت في المستوى، أكيد وكيفيه توصيل المعلومه للطالب دي اهم حاجه بالنسبه للمعلم. نعم المعلم طبعا وراه يعني مشاكل كتير، لابد ان احنا نحل المشاكل دي عشان نقدر ناخد من المعلم اللي احنا عايزينه. تمام يعني حضرتك شايف ان طبعا عصب العملية التعليمية طبعا هو معلم المعلم، بالطبع بالطبع والمعلم يعني حواليه كتير جدا من من المشاكل، المشاكل طبعا. يعني منها طبعا المشاكل المادية أولها الأحوال المادية، بالفعل. الحالة المادية للمعلم بتكون يعني بداية لعدم تركيزه أثناء إعطاء الدروس للطلاب، لأن تمام هو بيفكر دائما في بيته، في أكله، في شربه، في حياته، لأنه بشر طبيعة وزيه زي أي بني آدم في الدنيا عايز يعيش. بالفعل وبعدين إحنا بنتهم المعلم إنه بيدي دروس خصوصية. طب مش كل المعلمين بيدي دروس خصوصية، ما دي حقيقة. تمام يعني مين اللي بيدي دروس خصوصية؟ ما نيجي نحسب معلمين مصر، هنقول مثلا عندنا مليون وزيادة عن المليون من تمام المعلمين، هل المليون بده دروس خصوصية؟ لا أعتقد طبعا لأ. يعني إذا كنت هتاخد منهم نسبة 10% ودي نسبة عالية جدا، بده دروس خصوصية، والباقي بيدور على عمل تاني عشان يقدر يعيش منه أو يقدر يصرف على بيته. طبعا دي مشكلة بالنسبة للمعلم، تمام فدي بتأثر عليه سلبيا أثناء إعطائه الدرس للأولاد. تمام فمش عايزين دائما نتهم المعلم انه مقصر،
يعني برضو احنا دايما نقول لك المعلم مقصر. المهم ان المعلم دلوقتي لابد ان احنا يبقى عنده رعاية، او يعني نراعيه ماديا وصحيا وعلميا، ان احنا دائما على تدريبات ودائما على ان احنا ناخد بايده عشان يبقى للمستوى الاعلى باستمرار، لان في معلمين بتحتاج الى تذكرة. تمام. لازم دائما ان احنا دائما نعمل تدريبات مستمرة للمعلم ده هو عشان ناخد بايده. وبعدين مفيش تكبر على العلم، يعني احنا مثلا النهارده مهما وصلنا من العلم المفروض المعلم يخضع لهذا الامر. أكيد. لما يتعمل تدريب يروح ويحضر ويحرص على انه يزود معلومته، خاصة في العصر التكنولوجي الحديث ده المعلم بيفتقد كثير جدا من بالفعل، الامور. واللي عايز يطور من نفسه طبعا بالتأكيد لازم طبعا، يواكب يعني العصر. يعني النهارده لما تيجي حضرتك اجيالنا احنا بنجهل حاجات كتير، يعني مثلا تعالى الكمبيوتر مثلا هتلاقي قلة قليلة جدا اللي بتحاول تتعامل على الكمبيوتر، تمام. لان الكمبيوتر ده النهارده بقت الوسيلة النهارده المتطورة اللي بتوفر الوقت وبتوفر الجهد بتوفر كل حاجة. بالفعل. النهارده اولادنا غيرنا، اولادنا النهارده بكل حياتهم كمبيوتر، كلهم نظام الكمبيوتر والنت وما اعرفش سبقنا بخطوات يعني. كتير تمام. كتير جدا. احنا معلوماتنا يمكن اعلى، لان معلوم احنا الناس قبل كده قرينا تمام. اعتمدنا على القراءة، لكن النهارده كله بيعتمد على السمع، بالفعل. ما بيتعبش نفسه. طيب اتفضل. حضرتك يا استاذ جمال، يعني هل تعتقد ان العمليه الماديه او التاثير المادي على المعلم ممكن غير ان هو يجعله يعني مش منتظم في عمليه اه بالظبط، التدريس او ما تمام يوصلش معلومه او حاجه زي تمام كده، هل كمان في التعامل مع الطلاب والتواصل معاهم هل ده ممكن يكون ليه تاثير كبير على عدم التواصل بينه وما بين هؤلاء الطلاب؟ طبعا، لان طالما المدرس او المعلم احتاج للطالب خلاص يبقى كده، بالفعل. يبقى في حلقة هتفقد في هذا الموضوع. تمام. لكن طالما انا كافي نفسي ومش محتاج من اي حد اي شيء، انا هأدي والطالب ده هيحترمني وهيسمع وهيسمع وهيحضر لي. تمام. لكن النهارده الطالب يقول لك انا بدي له فلوس، فدي مشكلة حقيقي. بس برضو عايزين نرجع لنقطة مهمة، ليست مبرر للتقصير، نعم. لان دي ليست مبرر. الانسان اللي بيتقي الله بيراعي ربنا في عمله الامور دي ما تفرقش معاه المفترض، بالفعل. يعني لازم يؤدي عمله لانه ارتضى ان هذا ده وضع قائم ارتضيناه، فلا بد ان احنا نعمل. وربنا سبحانه وتعالى يبارك في الامر في ربنا بسمهولنا. أكيد بالفعل. لكن ما ناخدش كل حاجه مبرر للماده، أكيد. الماديات دي طيب إذا كنا بنتكلم لسه عن المعلم على رأس المنظومة نعم التعليمية وأيضا على رأس تطور هذه المنظومة نعم هو المعلم، يعني نعم ليه بنلاقي يا أستاذ جمال يعني في المدرسين اللي هم الطلبة عارفاهم وبتقبل عليهم في سواء كان في المراكز اللي احنا بنحاول يعني نحاربها ونتصدى لها أو الوزارة بتحاول تقوم بكده، يعني ليه بنلاقي إن الطلاب بيقبلوا على هؤلاء المعلمين على الرغم من إنهم بيدفعوا يعني فلوس كتير من يعني شقى الوالد والوالدة إلى جانب المجهود اللي بيقوم بيه الطلاب علشان يوصلوا لمكان زي دوت، وكذلك عدم يعني وجود مكان مريح للتعلم، ربما يكون في مكان ضيق جدا، ربما يكون في مكان مكتظ بالطلاب، ومع ذلك بيقبل هؤلاء الطلاب على مثل هؤلاء المعلمين. تمام. ليه المدرسة ما بتقومش بنفس الدور اللي بيقوم بيه المراكز ديت التعليمية وبتجذب الطلاب، بتكون عنصر جاذب ليهم وما بتكونش عنصر طارد؟ ما هنرجع تاني للمعلم، تمام. هو اللي بيرفض هذا الامر. ما هو يقول لك النهارده انا لو عملت اشتغلت في المدرسه هتستقطع مني فلوس، تمام. لا انا بشتغل بره باخد فلوس كلها صافيه، ما بيستقطعوش منه. لا ما استطاعوش منه، واخد بال حياتك. اضيف على كده برضو في عوامل كتير جدا ورا هذا الموضوع، يعني اولا الكاريزما بتاعت المدرس دي تمام. نقطه، يعني شخصيه محبوبه شخصيه مرغوبه، طريقة الأداء أو طريقة الإلقاء طريقة توصيل المعلومة، مفيش حد بيقول معلومة مختلفة عن التاني عشان تبقى عارف الظروف، أكيد. كله بيقول أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والجملة الاسمية مبتدأ وخبر، تمام. مفيش حد بيقول أن الجملة الاسمية غير أنها مبتدأ وخبر. هي طريقة العرض اللي بتختلف. طريقة العرض، طريقة تمام. العرض دي مهمة جدا بالنسبة للمعلم، لذلك تلاقي في معلم في المدرسة نفسها في الفصل في الفصول العادية بتاعة المدرسة نعم. تلاقي في معلم الأولاد يقعدوا يسمعوا له
وفي معلم تاني الأولاد بيشتوا منه أو ما بيدهوش يعني ايوه تركيز معاه. تمام. طريقة العرض مهمة جدا طبعا. طبعا النهارده كمان زي ما قلت لحضرتك الحياة الحديثة النهارده أو الأمور الحديثة، الملازم شكلها ومش عارف إيه، تمام والأولاد النهارده بيحبوا الإيه؟ بيجذبهم امور زي دي. الذواق. فعنده وسيلة الجذب. تمام. ما دي برضو يعني زي ما تقول قدرات. أستاذ محمود دي قدرات على فكرة. يعني زي ما قلت لك كل المعلمين بيقولوا زي بعضيهم، مفيش حد بيقول حاجة تانية غير بالفعل كده. كلهم بياخدوا من مصدر واحد. كله مصدر واحد. تمام. يعني حضرتك لغة عربية وأنا لغة عربية، حضرتك بتقول الفاعل مرفوع وأنا بقول الفاعل مرفوع. تمام. إيه الفرق بين الأستاذ محمود والأستاذ جمال؟ الأستاذ محمود عنده كاريزما، الناس بتروح له. هو يمكن العكس هو اللي صحيح يا استاذ جمال. انا حضرتك اللي عندك الكاريزما. طيب استاذ جمال، يعني لو فضلنا موجودين مع المعلم على راس العمليه التعليميه نعم ايضا، وحضرتك قلت ان هو لابد من التقويم ثم التقييم. ثم التقييم. التقويم قلنا عن طريق التدريب. تمام. هناك من المعلمين من يعتقد ان هذا التدريب هو مجرد ساعات للراحه عندما يكون له جواب يعني يؤتى به إلى المدرسة ليخرج إلى هذا التدريب أو ليذهب إلى هذا التدريب، بالضبط. بيعتبر إن ساعات التدريب دي هي مجرد ساعات للراحة، بيروح كده يعني إيه ساعات بيمتع نفسه شوية للترفيه يعني. بيريح من التدريس ومن وجع الدماغ بتاع الطلاب والطالبات وكده يعني. إزاي نغير مفهوم المعلم قبل ما نرسله للتدريب عن مفهوم التدريب بالفعل؟ لا، الأول لازم نشعره إن التدريب ده بالنسبة له مهم جدا وهيرفع من مستواه العلمي، واخد براحتك؟ ولما يروح فعلا التدريب يجد مادة جديدة أو شيء هيضاف إلى معلوماته، تمام. واخد براحتك؟ فعشان كده عشان يبقى هو مقبل على هذا الشيء، وبعدين أهم حاجة إنه يبقى فيه متابعة على هذا التدريب، تمام. ويبقى فيه اختبار جدي لهذا التدريب بعد كده، وامتحان امتحان صحيح نشوف هذا المعلم اللي قاعد. المحصلة ايه بعد التدريب ده؟ المحصلة طبعا لازم. طيب المعلم ده هيعرف يطبق الكلام ده؟ عايزين التطبيق بقى. ما انا كل شيء ادرسه المفترض ان اطبقه، ما يكونش نظري، ما مجرد يكونش نظري فقط. نظري طبعا، لان انا النهارده اخذت معلومه معينه في التدريب، او رحنا في زي مثلا عندنا حاجه اسمها التوجيه الفني، تمام. اساسيات التوجيه الفني. انا النهارده كان في تدريب فعلا لاساسيات التوجيه الفني، تمام. حضرناه كلنا كموجهين، موجهين اوائل وكل حاجه، واخدنا فيه شهاده وبتاع. لما تيجي في النهايه تلاقي الامتحان بتاعه مش مجدي، مش مجدي الامتحان، بس النهارده احنا بنطبقه وبنعمل تمام. تدريب تاني على موجهينا تاني على هذا الشيء، او لرفع مستوى الكفاءة رفع للمعلم. مستوى كفاءة المعلمين، تمام. ودائما باستمرار عشان نوصل لمستوى معين مع الموجه داخل التوجيه. بالفعل. فالمعلم المفترض انه ياخد التدريب ويطبقه، كيفية التطبيق بقى. طب انا بما مش ان حضرتك موجه اول يا استاذ جمال، نعم يعني الفجوه اللي موجوده ما بين بعض، مش هقول كل طبعا، بعض الموجهين والمعلمين، ازاي ممكن حضرتك كموجه اول توصل رساله للموجه اللي يعني بيبقى تحت ايدين حضرتك وبيعمل مع حضرتك وكده، ازاي توصل له رساله ان العمليه التعليميه مش هتتم على اكمل وجه الا بمتابعه جيده من الموجه ومعامله حسنه للمعلم؟ طبعا الموجه برضه بيمثل يعني في المنظومه يعني حاجه اساسيه. اساسيه تمام. طبعا اكيد. وانا بعتبر ان الموجه النهارده لابد ان يكون له دور فعال في العمليه التعليميه الى جانب المعلم. تمام. النهارده الموجه يعني عشان يبقى فعال او يبقى موجه على مستوى جيد او يفيد العمليه التعليميه لابد من التقييم السليم. بس تمام. للاسف الشديد انه بيجد عراقيل في هذا الموضوع، اذا اخذ او نفذ عمله على اكمل وجه بيبقى انسان مكروه. بالفعل. والناس بتتضايق منه، ويقول لك ايه ده، هو جاي يفتش عليا ولا جاي يوجه عليا؟ هو الموجه النهارده اتغير مفهومه طبعا. الموجه المفترض لو لقى سلبيه المفروض اعالجها وما يخرجش من المدرسه الا اذا عالجها. أكيد. لو هتاخد وقت لازم يتابعها. تمام. فالكلام ده احنا بننبه دايما على موجهينا، انا مش رايح اصطاد اخطاء للمعلم، لا انا بدخل للمعلم لو لقيت اي تقصير بلفت نظره لهذا التقصير، وبعد كده اتابع علاج هذا التقصير، وده الاهم في العمليه بالفعل. التعليميه. انا النهارده انا ما ادخلش ادور على دفتر وخلاص وكلام من ده، لازم اشوف المستوى بتاع الاولاد. تمام. ما هو مستوى الاولاد ده
من مستوى انعكاس المعلم لمستوى طبعا، المعلم لان بالفعل. انا هقيس المعلم من انهي زاويه؟ انا هسمع له طب هل اللي بقوله ده وصل للولد؟ وهل الولد المتوسط واقل المتوسط استفاد؟ تمام لان في فوارق من الطلاب. اكيد طبعا. انا يهمني الولد المتوسط الممتاز ده، دايما بتلاقي اولاد هم اللي بيرفعوا ايديهم. يعني تمام انا ما بدخل لمعلم ما باخدش الطالب يرفع ايده، ما انا احب الطالب اللي هو ما بيرفعش، ليه ما رفعتش ايدك؟ طب انت تمام مش عارف، انا عايزك انت كمان عارف. يا اولاد كلكم تنزلوا ايديكم واشوف انا اختار كده. تمام طبعا بقى في انطباع، بقى الواحد بخبرته في العمل بيشوف الطالب مين اللي المعلومة ما وصلتلوش، المعلومه ما مش وصلتلوش، فاهمها او اللي قوي، هو كمان ممكن ما يكونش مركز. مركز او مش تمام مستوعب او تمام مش يعني مش منفعل مع الاستاذ او متفاعل معاه. متفاعل بالفعل. متفاعل مع الاستاذ، وده اهم حاجه، ان الاستاذ يبقى فيه تفاعل بينه وبين الطالب. تمام نرجع كلنا يعني شوف بنلف، نرجع للمعلم برضه، المعلم هو الاساس. الأساس. فانا بقول للموجه دايما تكون اولا انت اخ كبير للمعلم. بعدين كل المعلمين دلوقتي يا استاذ محمود بتبص تلاقي كلهم معلم خبير في مصر، يعني كلهم ناس كبار. تمام يعني النهارده النسبه الاكبر معلمين كبار كلهم خبرات. بس مع كده يا استاذ جمال، يعني على الرغم من ان فعلا النسبه العمريه للمعلمين اللي موجودين في مصر وخصوصا في المدارس الحكوميه هتلاقي حضرتك يعني مش اقل من 40 سنه، ده ومع حقيقي. ذلك هناك من المدارس اللي تعاني من يعني سواء سوء اداره او يعني سوء المنظومه التعليميه اللي موجوده داخل هذه المدرسه او داخل هذه المؤسسه. هل ده يعني قلة خبرة من المعلمين على الرغم من السن ده كله، ولا هو عدم اهتمام وعدم مبالاة من المعلم للظروف اللي احنا قلناها سواء كانت ظروف مادية او ظروف صحية او ظروف معنوية؟ تمام، هي يا استاذ محمود هي تعود تعود. خلاص. ما هو اذا كان التعود ده ما موجود احنا يعني عايزين على اساس نغيره ايه بقى، ده احنا عايزين نغيره عايزين بالفعل. نغيره. تمام اول تغيير مسار الامه يا استاذ محمود ما بيجيش بين يوم وليله، تمام بكل تأكيد. يعني بياخد وقت تدريجي تدريجي كده، بحيث ان احنا نصل الى الافضل. بالفعل ما نقولش هنغير تغيير كامل تمام مباشره، لازم نصل الى الافضل تدريجي. تمام واخد بالك النهارده لو رفعنا كفاءه المعلم، واخد براحتك، هنقدر ادي اول نقطة نقدر من خلالها نصل الى حاجة في المنظومة تتعدل. فخلينا نريح المعلم، نريحه ماديا ونريحه ونديله تدريبات ونثقفه، واخد براحتك، ونديله الامان. لازم يبقى مؤمن يا استاذ محمود تمام نفسيا، حتى نفسيا عشان يدي. ما هو النهارده اي واحد غير امن على حياته وبيته، مش حياته انا هيموت، لا يعني حاسس ان المستقبل مظلم بالنسبه له. يعني بقول لك النهارده الحياه صعبه وغلاء ومش عارفين نعيش، ما كل واحد بيفكر في كده. تمام فالنهارده انا عايز امنه. يعني افتح له باب امل ان لسه بالظبط، اديله امل المستقبل فيه خير وفيه للحياه، امل للحياه، والخير جاي ان شاء الله. بس احنا كده نشتغل، ان شاء الله. لازم نعمل باخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله الخير هيجي. ان ما كانش معانا يبقى لاولادنا، مش لازم احنا نستفيد بيه دلوقتي، بكل تأكيد. خلينا نعمل لاولادنا. تمام وبعدين المعلم لازم يحس ان الولد اللي قاعد ده ابنه، اخوه، واحد يخصه يهمه، لان هو صورة المعلم تنعكس من خلال هذا الطالب، بالفعل، لأن دي هي البيئة البيئة اللي اللي هو بيشتغل فيها. بيشتغل فيها بالظبط كده، بالفعل وهو وده ليه تأثير المنتج فيها بتاعه. أكيد. يعني المهندس بينتج مثلا مش عارف في المصنع ايه وايه وايه وايه، طب ما المعلم بينتج العقول، دي اهم حاجة بالفعل في الاولاد. فانا بقيم المعلم من خلال ايه؟ من خلال عقول طلابه. الاولاد دول. تمام بالظبط. نعم. طيب إذا كان بالنسبة للمعلم الأمر كذلك يا أستاذ جمال، اتفضل. دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى من المنظومة التعليمية. النقطة الثانية أعتقد المدرسة. هي المدرسة. تمام. تمام. طيب المدرسة كمبنى، المدرسة كمعامل، معامل أوساط، المدرسة كإعداد للأعوام الدراسية وللعملية التعليمية اللي موجودة بداخلها، هل تمام. حضرتك شايف إن كتير من المدارس بتقوم بالدور دوت على أكمل وجه، ولا هناك تقصير وصور مقلوبة تريد أن؟ يعني احنا عايزين نقول برضو ان في بعض التقصير تمام من بعض المدارس، وخاصة المدارس الحكومية. يعني ما اعرفش ليه يعني الحكومية بصراحة، لان بتحس انهم زي ما بيكونوا بياكلوا في مال سايب، ما اعرفش. طيب اشمعنى المدارس الخاصة بقى بتختلف في ايه؟ عليها رقابة. تمام. طب ليه الرقابة دي ما تنتقلش هو للمدارس ده اللي احنا الحكومية يا أستاذ بنقوله جمال؟ بقى، ليه الرقابة ما تبقاش كمان في المدارس الحكومية؟ تمام طب ليه ما يبقاش كل واحد ضميره رقيب عليه يا اخي؟ افضل من كل شيء. انا هستنى باشا يراقبني؟
يعني خلي ربنا، انا ربنا مراقبني، فلازم انا يبقى عندي من جوايا وازع كده ان انا يعني اؤدي عمل بما يرضي الله. واخد حياتك النهارده المدارس الخاص يعني تلاقي كل دور فيه واحد مشرف، كل على كل فصلين ثلاثة مشرف، في موجه مقيم لكل مادة في المدرسة. تخيل بقى يا استاذ محمود، تمام موجه مقيم غير بالفعل، الموجه اللي بيجي منين؟ اللي من الوزارة الوزارة متابعة بتاعنا احنا اللي تبعنا. بالفعل. تمام واخد بالك؟ يعني بتخش المدرسة بتلاقي كل حاجة متظبطة. غير كده في مبدأ الثواب والعقاب، تمام ودي أهم حاجة في المنظومة بقى، مبدأ الثواب والعقاب. اللي بيشتغل يكافئ يكافئ ويثاب، ويجازى بالفعل. المقصر لا تجازى، ده ربنا سبحانه وتعالى في جنة وفي نار طبعا وفي ثواب وفي عقاب. فالمفروض يعني في الدنيا لازم احنا في ثواب العقاب ده، اذا لم نطبق مبدأ ثواب العقاب. في ناس بقى بتطبق الثواب بس او العقاب بس، تمام وده امر مرفوض، لازم الاثنين. ما فيش حد فينا، كل ابن ادم خطاء، اكيد كل ابن ادم خطاء، فكل واحد فينا عنده تقصير، الكمال لله وحده، كلنا مقصرين، بس في بالله. تقصير عن تقصير طبعا بيختلف. على مستوى التقصير ده بالظبط ربما كده، يؤدي الى ايه. بالظبط كده. تمام. فالمدارس الحكوميه فيها نوع من الاهمال بالنسبه دي حقيقه. للمعامل اللي موجوده يا استاذ جمال، يعني احنا كنا زمان واحنا طلبه افتكر ان كان المدرس يعني بيحاول على قد الامكانيات اللي موجوده في المدرسه ينزلنا المعمل. ينزلنا المعمل، تمام، يعني خاصه في اليوم اللي حصه كنا، العلوم. وخصوصا في العلوم بالفعل، واليوم اللي كنا بنبص فيه من خلال الميكروسكوب على ال، يا كان يعني يبقى يوم كان فرح بيبقى يوم فرح بالفعل، شفت صوره ونقول انا كبيره. شفت. ليه الكلام ده مش موجود دلوقتي؟ حتى لو موجود بيبقى يعني اثناء المتابعه فقط في بعض المدارس ما طبعا. هي دي يعني المشكله يا استاذ محمود، يعني المفروض دلوقتي وسيله الجذب اكبر، تمام، يعني وسيله الجذب التكنولوجيا للطلاب. اكتر طبعا طبعا طبعا. يعني النهارده بنلاقي معامل الوسائط ما شاء الله، يعني ما فيش مدرسه ما فيهاش معمل وسائط، تمام جميع المدارس سواء حكوميه او خاصه فيها معامل وسائط، وفيها اجهزه كمبيوتر بعدد وافي او وافر. بس المشكله في التطبيق برضه يا استاذ محمود، نرجع لمنظومه التطبيق دي، تمام ما هو دي المشكله. للاسف الشديد كلنا بنعمل حاجات زي ايه، تحصيل حاصل، عايز ننزل تأديت واجب. عايز انزل تأديت واجب، عايز انزل عم المعمل، ما عندك بقى في واحد متخصص للموضوع ده في تمام المدرسه، تمام موظف خاص بيعمل لي جدول. استاذ محمود انت عندك الحصه الثانيه في المعمل، نعمل الأوساط. تمام طب انت عارف الاستاذ محمود ينزل المعمل هيدرس ايه؟ ما لازم يبقى حاجه يعني والداتا موجودة بالظبط. بالفعل. انا ما اخدش الولد عشان يسمع، لما تمام بفرجه على احط له فلاشه، احط له حاجه واسمع وخلاص، والمعلم كده ما عملش حاجه، لا بيعلق على معلومه ولا اي شيء، واخد الولد كانه رايح يفرجه على التلفزيون او على فيلم ولا حاجه، تمام ومش جاذب كمان. مش جاهز. لكن لازم المعامل تفعل بشكل اكبر من كده، المعامل دي لازم تفعل اكبر. في معلمين على فكره يا استاذ محمود متطورين دلوقتي جدا، وداخلين باللاب بتاعهم الفصل. تمام انا بتابع بشوف معلمين باللاب، دي يعني حاجة داخل جميلة، ما هو لازم ده حاجه نواكب. روعه، انا ببقى مبهور بصراحه، بقعد بستمتع تمام مع المعلم. في معلمين بيطوروا خاصه الاولاد اللي هم الشباب الصغير، هما دول لسه عندهم ال، انا بكلمك من ده، ما هو انا مش بتكلم بصراحه، تمام لسه دول عندهم يعني حب الايه، التجديد، بالفعل حب التطور، حب يعني عايزين يعملوا حاجه، مواكبة العصر. عايزين يعملوا تمام حاجه. الكبير ده يقول لك خلاص يا عم انا لسه هروح اتعلم الكمبيوتر واعمل واسوي مش عارف ايه، لكن في ناس كبار على فكره بيطوروا من نفسهم. بيطوروا، في تمام ناس كبار. يعني احنا من الناس اللي خدنا الاي سي دي ال ودرسنا الانتلو، اي حاجه خاصه بالكمبيوتر تمام بنروح لها، تمام بس برضه في ناحيه التطبيق ضعيف. أكيد. ليه؟ لان مفيش برضه اللي يدفعك الى هذا التطبيق، لازم المجال العمل يبقى فيه نوع من، يعني لازم يوفر لك عمليه التطبيق دي، تمام لان اي عمل بدون تطبيق ليس له قيمة. ليس له قيمه. ده عن المدرسة وتجهيزات المدرسة. تمام لو جينا لنقطة مهمة جدا في منظومة التعليم أيضا يا أستاذ جمال، وهي الكتاب المدرسي. تمام يعني إحنا بنعاني سنوات طويلة من الكتاب المدرسي اللي الطالب بيستلمه في أول السنة وبيديه لمحلات الفول والطعمية أو يعني الراجل بياع الربابيكيا دوت في آخر السنة، وهو جديد ما اتفتحش. على الرغم من ان يعني اللي ظاهر من خلال
الأعوام الأخيرة على تمام الأقل، إن تمام الامتحان بيكون بين دفتي هذا الكتاب. هذا الكتاب تمام. إزاي ممكن نجعل الكتاب المدرسي جاذب للطالب، إن هو يعني لابد إن هو يتفتح ويتقري ويتشاف اللي بين السطور ويوصل تمام من خلاله المعلومة ما يلاقيهاش موجودة في كتاب خارجي؟ تمام شوف يا استاذ محمود، برضو دي مشكله تانية. الكتاب المدرسي بدا يتطور بشكل كبير جدا، تمام يعني الحق يقال ان في السنوات الاخيره بعد تعديل المناهج الكتاب المدرسي بقى دسم، تمام بمعنى انه فيه كل شيء للطالب. الكتب الخارجيه بتنقل بالنص دلوقتي من الكتاب المدرسي، تمام لم تضف شيء الكتب الخارجيه. انت تعلم ان اعتقد يعني او على قد معلوماتي ان الدوله الوحيده اللي فيها كتاب خارجي هي مصر، بالفعل. وده طبعا مؤثر تاثير كبير على الكتاب المدرسي، واخد حضرتك. فالطالب النهارده الملازم، المدرس يروح يعمل لي ملازم، ياخد ينقل من كتاب المدرسه ومن الكتب الخارجيه ويعمل ملزمه، الواد يقول لك لا ناخد الملزمه اقرا فيها ومش عايز الكتاب. ما هو يمكن يا استاذ جمال طريقه العرض زي ما حضرتك قلت قبل كده، طريقه عرض الملزمه في حد ذاتها هي اللي مختلفه تماما عن شكل الكتاب المدرسي. تمام، ليه الكتاب المدرسي ما يكونش مثلا بالالوان؟ ليه ما يكونش نسخه قيمه؟ ما هو ده اللي احنا يعني هو كمعلومات دلوقتي الكتاب المدرسي مستوفي يعني بصراحه، كالفحوى او المضمون بتاعه مضمون يعني. ومستوفي تمام بصراحه. تمام حضرتك برضو بتدرس في وشايف كتاب مدرسه، كتاب اكيد مدرسه النهارده في اولى ثانوي وثانيه ثانوي مستوفي تماما، تمام ويعني نقدر نقول كمان بعد عن الحشو والتطويل الى حد بعيد، بالفعل يعني اعتمد على الكم، معتمد على الكيف مش الكيف الكم. وليس الكم في تمام الوقت الحالي. نعم او بس هو في يعني اذا كنا هندخل نتكلم عن الكتاب المدرسي او عن المنهج ندخله مع الكتاب المدرسي، تمام المنهج بدا يبقى يعني في نوع من القصور بقى شويه، خاصه في فروع معينه. هي مصفوفة النحو اللي احنا حتى اتكلمنا في الموضوع بالظبط، ده يا واحنا استاذ جمال، اتكلمنا فيها في بالفعل اتكلمنا كلغة فيها عربية المصفوفة في بتاعت النحو اجتماعات يعني عايزة تتظبط المديريه بالفعل. واجتماعات الوزاره، واتكلمنا ان لا يصح ان النحو يقلص بهذا الشكل تمام خاصه في مناهج المرحله الثانويه، بالفعل لان في اولى وثانيه ثانوي صراحه النحو لا يسمن ولا يغني او لا من جوع، تمام صعب جدا ان النحو يبقى 3 دروس يا استاذ محمود في فصل دراسي، بالفعل كان في الفصل الدراسي الثاني في ثلاث الصف دروس الثاني الثانوي ثانيه كان ثلاث ثانوي دروس بالفعل. يعني ما ينفعش يبقى 3 دروس نحو بعد ما كان منهج ثانيه ثانوي هو المنهج، انا بعتبره كان هو العمود اللي الفقري بيعتمد عليه منهج للطالب، ثالثة ثانوي. للطالب في بالفعل. جميع مراحل حياته، كان تمام. يعني يعتبر اغنى واثمن منهج كان ثانيه ثانوي في النحو تحديدا. النهارده الطالب، وعلى فكره الطالب ان لم يجد النحو بيهمل الماده، هو يحتاج اللغة العربية في كل بيعتبر مجالات الماده حياته. ايه؟ ما احنا عايزين نوصل المعلم بقى للنقطه دي، ان اللغه العربيه ماده تذوق تمام. ولا تقوم على التلقين والحفظ كما كان في الماضي. عايزين نقول له بقى اهو النحو اللي كنت بتعتمد عليه وبتحفظ بيه الاولاد وبتفرد بيه العضلات انتهى النحو كده. خلينا بقى نقول له ان تذوق الماده، ندخل بقى التذوق في القراءه، في النصوص، في البلاغه، بقى التذوق الادبي للماده للغه العربيه، واللغه العربيه ماده مفردات، ماده ثريه جدا. تمام فالمعلم يقدر يبدع ويقدر يبتكر كثير من الايه؟ من المعلومات داخل الايه؟ الماده وداخل الحصه الواحده. تمام خد راحتك. فالنهارده يعني يجب ان احنا برضو نناشد المسؤولين ان في المناهج ان نقول لهم ان النحو لازم يكون بشكل اكبر من هذا، طيب ده يفيد بالنسبة الماده. للمناهج يا أستاذ تمام جمال، ويعني يمكن كتير جدا من أولياء الأمور أو من الطلاب أو حتى من المعلمين أنفسهم بيشتكوا إن طريقة التعليم أو طريقة العرض اللي بيعتمد عليها المناهج هي طريقة للتلقين والحفظ وليس للفهم والإبداع. ويمكن علشان كده زي ما قلت لحضرتك قبل ما نسجل إن احنا اقترحنا على يعني المسؤولة عن المركز القومي للامتحانات ان يكون الامتحان او الاختبار اللي بيختبر فيه الطالب في غير المحتوى، بمعنى ان الطالب يدرس يعني منهج محدد وبعدين لما اجي امتحنه بمتحنه في غير المحتوى، بمعنى ان انا بجيب له منهج او نص او درس مشابه للمنهج اللي هو درسه واساله فيه. هنا انا بحاول اطلع طالب مبدع. ايه رأي تمام حضرتك في الفكرة دي يا تمام استاذ؟ بس عايزه منظومه برضه يا استاذ هي محمود. بالتأكيد احنا لو قلنا طبعا تطبق من البداية يعني طبعا، ما بنقولش نطبقها يعني فجأة. النهارده المعلم المفروض ان، طب ليه نقول منهج؟ ليه نقول منهج بقى؟ تمام احنا ناخد الولد، كل مدرس او كل معلم
ممكن زي في دول كتير بتعمل كده استاذ محمود، المعلم في مكانه والطالب بيجيله، تمام. واخد بالك؟ المعلم يقول له في موضوع كذا، روح ابحث لي فيه في المكتبه، خش على النت، خش كذا، هات لي الموضوع، معلومات عن هذا الموضوع، بيشغل الولد. هو المفروض ان المعلم هو الا ميسر يا استاذ بالظبط، ما جمال، هو يعني ميسر، هو ميسر للطالب ما وليس هو ميسر، يعني ما لا بقاش يتدخل في مراقب، العمليه. خلاص التلقين ده انتهى، تمام. بقى ميسر العمليه التعليميه. فاحنا النهارده المعلم المفروض يدي الولد الموضوع او طالب الموضوع ويقول له روح ابحث لي عن الموضوع ده. تمام. هنتكلم النهارده يا اولاد عن العصر العباسي، يديهم فكره عن العصر العباسي، روح اجمع لي ما يخص العصر العباسي بقى، من شعر، من نثر، من كذا من كذا، وهاتهولي وتعال ورينا عملت ايه. يعلم الولد انه هو اللي يبحث بنفسه، ولو تعب في جمع المعلومه لن ينساه، واخد بالك؟ نيجي زي ما حضرتك قلت الامتحان، الامتحان ده صح، صح جدا، ولابد ان احنا نجد آلية جديدة للامتحانات على الوضع غير الوضع القائم، تمام. لان الوضع القائم ده اصبح وضع بالي وقديم، لازم غير الورقة والقلم والحاجات دي، ما ينعادش ينفع ورقة أسئلة ونقعد والطالب يسرب وغش ومش غش، كل الكلام ده لازم نشوف له حلول، لازم تضع له حل يا استاذ محمود. طبعا احنا يعني يمكن بنحاول نضع حلول لحاجات طبعا. كتيرة يا استاذ جمال، وعلشان نضع الحلول ديت احنا لازم احنا كمان نخرج لفاصل، يعني ماشي نطلع ماشي بيه من ماشي الصور المقلوبة ماشي اللي احنا بنتكلم عنها ماشي علشان نحاول نعدل هذه ماشي الصور للمشاهدين. ماشي أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة مصر التعليمية، فاصل قصير نعود بعده بالكثير والكثير، انتظرونا. العلم نبقى أقوى، دي بداية كل سطر، ماشيين في كل خطوة من نصر نروح لنصر. اهلا بكم. فعلا مصر هي نور عينينا، وفعلا هي اللي بنحاول ننهض بيها، ولن تقوم مصر الا بالتعليم. دعونا نجدد التحيه لضيفنا الجليل الاستاذ جمال اهلا بك سليمان. يا اهلا استاذ، بحضرتك يا استاذ جمال. اهلا بك يا استاذ استاذ. جمال، كنا بنتكلم على الصور المقلوبه في منظومه التعليم او بعض هذه الصور، واتكلمنا عن احوال المعلم، اتكلمنا عن المدرسه وتجهيزاتها، اتكلمنا عن الكتاب المدرسي والمناهج. عايزين نتكلم عن البيئه المحيطه بالمدرسة. نعم إذا كانت البيئة المحيطة بالمدرسة هي بيئة خاصة وبيئة عامة، البيئة الخاصة بتتمثل في أسرة المتعلم، والبيئة العامة هي المجتمع المحيط بالمدرسة. إزاي بيأثر أو بتأثر تلك البيئة في منظومة العملية التعليمية؟ طبعا البيئة مهمة جدا بالنسبة للطالب أو للتلميذ، خاصة في سنينه الأولى، إنه يبقى الأب والأم متعلمين، أو الأم بالتحديد بقى. اه اكيد يا استاذ جمال، احنا يعني دورنا مش كبير لأن قوي في أثناء الموضوع ده. لما بقى في امتحانات يا أستاذ محمود تقول أمهات مصر اللي هي اللي بتمتحن بتمتحن بالفعل، ايوه. مش الطلاب أو التلاميذ.
فربنا يكون في عونهم يعني يا رب. وقويهم الامهات. فيعني الام تكون متعلمه بتاخد بايدين اولادها حتى في السن الاولى دي، حتى عشان القراءه والكتابه، تمام ودي مهمه جدا جدا، لان احنا النهارده كنا بنعاني منها. ويمكن انت عارف موضوع القرائيه دلوقتي، اه طبعا وعملوا ان اختبار اللي هو التجريبي لسنه ثالثه ورابعه ابتدائي، لا ومصيبة ولقوا مصايب كبيره. وطبعا لو اتعملت في السنه وتبقى في مصايب أكبر اكبر. استاذ محمود، انا بدخل، انا بتابع من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي، تمام وبدخل فصول تمام للاسف الشديد في سنه وعام بلاقي اولاد ما بيعرفوش يكتبوا. هي للأسف هي دي مشكلة كبيرة يا والله أستاذ يا استاذ جمال. محمود انا بكلمك جد، انا بكلمك انا من واقع، من خبره عمل، ومن الميدان. تمام، هو دايما يا أستاذ جمال يعني احنا كنا بنتكلم في النقطة ديت وبنحاول نقول وبنعيد وبنكرر إن الطالب أو التلميذ الصغير اللي بيتعلم في مراحله الأولى أو السن الأول من عمره، المفروض إن المعلم اللي بيدرس له هو الخريج بتاع الجامعات، يعني ومتخصص المتخصص بالظبط بالفعل. كده. يعني انا اعتقد انه هيكون في تأثير كبير جدا لو تمت العملية دي، ما يكونش مثلا اللي هو يعني مع احترامنا لكل المعلمين اللي هو رجل كبير في السن، فجوة كبيرة جدا ما بين عمره وما بين عمر هؤلاء الاطفال، بالظبط او كده. ما يكونش مثلا الطرق اللي بيدرس بيها طرق بلع عليها الظهر او اكل عليها بالظبط الظهر كده وشارب زي ما بيقولوا. بالظبط بالظبط دايما الشباب لسه عندهم طاقه وعندهم حيويه، لسه العلم عندهم لان هم لسه خريجين جداد. اعتقد ان خريج الجامعات لو قاموا بالدور دوت او اتعينوا في المدارس اللي بتدرس لهؤلاء الاطفال، اعتقد ان هيتغير حاجه كتيره جدا. بالظبط كده. يعني المفترض استاذ محمود ان الخبره تمام، والكفاءه هما اللي درسوا اولى ابتدائي. هما اللي يدرسوا بالفعل. اه طبعا، تمام يعني لابد ان احنا نهتم بالنقطه دي. اهم حاجه ان احنا ننشئ الولد نشأة صح، هو ده الاساس يا استاذ جمال. يتعلم. انا ما يهمنيش بقى بتاع ثانويه عامه ده، لما الطالب بتاع اولى وثانيه وثالثه ابتدائي ده يقرا ويكتب ويبقى القراءه والكتابه عنده، حلت له المشكله دي، خلاص هينطلق. تمام لكن طالما لا يقرأ ولا يكتب هتبدأ المشكلة معاه لغاية لما يخلص من الجامعة كمان. بالفعل للأسف والله يا أستاذ محمود، أنا حاجة بتحزن لما تلاقي طالب جامعي أو طالب ثانوي وبيكتب خطأ. وحضرتك مطلوبة في التصحيح وتقدير الدرجات بتاع الثانوية العامة، أكيد بنشوف بنلاقي بنشوف يعني لا بالفعل طالب عارف يعمل همزات، اللي له همزة ما يحطلوش واللي مالوش بيحط له، واخد بالك؟ ما يعرفش علامات الترقيم في موضوع التعبير. تمام يعني احنا لو هنقيم الطالب على كل الحاجات دي هينقص كتير جدا. بالفعل. يعني المفترض حتى في كتابته الإملائية يا أستاذ بالظبط جمال يا يعني استاذ أخطاء، محمود. يعني بصراحة الواحد بيضحك عليها وبيحزن في نفس الوقت. فبيئة المدرسة برضو لابد ان احنا نختار او نتخير المعلم المناسب للصف الاول والثاني الابتدائي تمام، والثالث. 3 صفوف دول هم هما اخطر الأساس 3 مراحل او 3 صفوف في المرحله الابتدائيه، بالفعل. وهما بدايه التعليم بالنسبه للطفل. هو بقى يجي يقول لك ايه، الواد لما يخش اولى ابتدائي هاتوا نمتحنه. طب انا جبت لك الواد ما بيقراش ولا بيكتب، ايه ده هتقول له اقعد في بيتكو؟ لا طبعا امال دور المدرسه ايه؟ يقول لك لا، ما كانش بيقرا ويكتب وما كانش بيعرف مش عارف ايه، مش واخده في المدرسه، مش هضمه للمدرسه او مش هلحقه بالمدرسه. طب ما هيروح فين يعني؟ هو دور المدرسة ايه ما بالفعل يعني؟ معرفش. ما انا بستغرب ان في مديرين يقول لك ايه، ده انا قبل ما ادخل الواد المدرسه بعمل له اختبار، بعمل لجنه عشان تمتحن الواد الصغير ده. طب فرضا الواد ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، ايه الموقف؟ طبعا الوزاره النهارده اتجهت اتجاه جميل جدا، انها بدات تعمل سنتين كيجي اللي هم قبل المرحله تمام الابتدائيه كتمهيد كتمهيد. وعلى فكره بتفيد الولد كتير جدا جدا السنتين دول. بالفعل بالفعل. يعني انا بعتبرهم زي ما الكتاب زمان كده تمام، يعني. يمكن هي داخل فيها اللعب كمان يا استاذ جمال، وده بيفرق مع التلميذ في المراحل العمريه بينمي الاولى يعني. عقليته، يعني بالفعل في تنميه لعقل الولد. حتى الولد بيدخل سنه اولى مداركه بدا يفهم الحرف الالف والباء والتاء، تمام وعارف حاجات بقى كتير ما كانش يعرفها لو هو ما راحش ايه الصفين اللي هم بتوع بالفعل الكيجي دول. بالفعل. فمرحله يعني عايزين نوصل للنقطه المهمه في الحته دي، ان الصف الاول الابتدائي لابد له من معلم خبره وكفاءه. تمام لا النهارده لو جبت مدرس ثانوي وتقول له درس ابتدائي، يقول ايه انا مدرس ثانوي درس ابتدائي اروح ادرس العيال. الطفل ده بقى اهم من بتاع الثانوي. بكتير للاسف يا استاذ محمود على فكره
في الدول الخارجية غير مصر أهم حاجة عندهم هو التعليم الابتدائي، تمام، والولد بتاع سنة أولى ابتدائي ده بالذات بالتحديد لأن هو الأساس، هو اللي الأساس، هيتبني عليه ال... هيبني عليه كل بعد كده شغله. تمام. لكن النهاردة أنا بصلح في اللي فوق زي أي عمارة، اسمه ينفع تصلح الطابق العاشر وساب اللي تحت لا طبعا هتقع برضه، هتقع بالفعل. ويبقى كده احنا عاملين ننفق اموال في ما لا داعي فيه او داعي له. تمام. لا، يبقى المرحله الابتدائيه دي لازم نخلي بالنا جدا، اللي هي اخطر مرحله. واللي بيعمله الوزير دلوقتي بصراحه جميل، انه عامل لك اختبارات للاولاد عشان نعرف المستوى، واخد راحتك، ونعالج. فأنا طبعا يعني لازم الانسان، لازم الانسان نعالج، ما بيتعالجش الا لما بيعرف المرض فين بالظبط، بيعرف فين المرض او تمام فين الداء، بالظبط، فنقدر نحط له الدواء، تمام، وبرضه على قدر المستطاع. لازم نتكاتف يا استاذ تمام محمود كلنا، تمام لابد من التكاتف لجميع المنظومه التعليميه، من معلم، من موجه، من مدير، من وكيل، من العامل نفسه اللي في المدرسه، بالفعل. كل الناس تتكاتف عشان نقدر ناخد بايدين العمليه التعليمية، او المنظومه التعليميه. تمام. تمام. طيب دايما كنا بنسمع استاذ جمال يقال العقل السليم في الجسم السليم، تمام. والطالب في المدرسة بدون الأنشطة يعني لا يكون في جسم سليم، وبالتالي لن يكون هناك عقل سليم. تمام. الأنشطة فيها برضك بعض الصور المقلوبة اللي موجودة واللي بنشوفها بعينينا، يعني إما غير مفعلة، وإما يعني ليس لها أماكن للقيام بهذه الأنشطة، لما يكون بالضبط. مساحة مدرسة كاملة يا أستاذ جمال، سواء كانت مدرسة خاصة أو مدرسة حكومة، المساحة كلها ما تجيش حوالي مثلا 100 متر ما هو كده كمباني وملعب بالظبط، الأفنية كلها. والأفنية والحاجات دي، هل يعني ده ليه تأثير قوي في منظومة طبعا العملية التعليمية وعلى طبعا الطالب نفسه اللي هو طبعا، المنتج اللي طالع من هذه المنظومة؟ النشاط النهارده، ما انا قلت لحضرتك ان الطالب النهارده كل اعتماده او كل تفكيره في المنظومه اللي هو التطور التكنولوجي ده. تمام. فعايزين عايزين نجذب الولد للمدرسه في الصيف، حتى كمان لازم بالفعل. نجيبه في الصيف. أه لا، بيروح كاتب لك بقى، عامل لك يافطه كده ومعلقها على المدرسه، المدرسه تقوم بنشاط صيفي مش عارف ايه وايه وإيه. طب فين التنفيذ بقى؟ فين وسيله الجذب للولاد؟ مفيش تمام. مانع اعمل مكافئات يا اخي بسيطه كده جوه المدرسه واجذب بالفعل. الولد. والله وانا اللي النهارده لو عملت له شهاده تقدير صغيره قد كده اهو، شهاده تقدير بتبقى رد فعل في جدا نفسك، طبعا، يعني ليها تأثير رد قوي جدا في على نفس ولي الامر وفي نفس الولد نفسه. بالفعل. فكيف فازاي نحن احنا بنفتقد حاجات كتير جدا يا استاذ محمود، بنعملها شكليات، تقضيه واجب، سد خانه زي ما بيقولوا. تمام. يعني عشان نقول لك ايه، المدرسه الفلانيه عملت نشاط صيفي، يعني بالفعل. كده بنشتغل على الورق. لا يا استاذ محمود، ما كل ده بيرجع لايه؟ للضمير ومراعاه ربنا في كل عمل نقوم به. فاحنا المفروض النهارده عشان ننفذ النشاط ممكن اثناء العام الدراسي واثناء الصيف، لازم في حصه نشاط. النهارده يا استاذ محمود يقول لك ايه، المدرس الفلاني متاخر في المنهج، خد حصه نشاط روح اشتغل فيها. يعني ممكن يستأذن المدرس المسؤول عن النشاط ويقول له يعني انا، ضيع الولد الحاجه اللي هي هتفيده او اللي هي هتخرجه على او الاقل يعني تخرجه عن المود اللي هو عايش فيه المود ده اللي في عايش فيه. المدرسه. بالفعل. يعني يعني لا، يقول لك لا، الاستاذ بتاع العربي متاخر مش عارف ايه، بتاع الانجليزي متاخر في الرياضه، متاخر في درس، روح اشرح، خد الحصه اشرح. ما ينفعش الشغل ده، المفروض يبقى في يعني الاداره بقى المدرسيه يا استاذ محمود، الاداره المدرسيه تمام. هي لابد انها تراعي النقط دي، ولابد من تنفيذ حصه النشاط على صوره كامله وعلى اكمل تمام. وجه من اداره مدرسيه. اصل مدير اداره مش هيروح المدرسه كل شويه، يعني مش هيروح لا المدرسه. طبعا، وراه مسؤوليات كتيرة مدير غير المدرسه ده هو وزير في مدرسته يا استاذ محمود. بالفعل. امال فين اللامركزية؟ اللامركزيه، تمام. طبق شغلك، شوف الناس اللي معاك، طبق مبدا الثواب والعقاب. يهمك التلميذ الطالب هو اللي يهمك، ما تمام. تجاملش، ما تجاملش المعلم عشان تضر الطالب. لا، ما انت النهارده بتشتغل بمين؟ للطالب. لولا الطالب ده هنفتح مدارس؟ لا طبعا، ولا هنشتغل ولا ناخد فلوس ولا هي مرتبات؟ العملية كلها قايمة على ما الطالب. قايمه على الطالب. بالفعل. فده هو المنتج بتاعي اللي بيه لكن النهارده يقول لك لا، ده انا المدير المدرسه زين المدرسه وبيضها وبلطها وعملها. طب فين بقى الطالب اللي هو جوه هذا الاطار الجميل ده؟
تمام. عايزين بقى انك تكمل الصوره بقى، او الصوره تكتمل بالطالب بقى، خليه بقى ايه طالب على مستوى علمي جيد، وقبل العلم يبقى مستوى خلقي جيد، الناحيه الدينيه نطبقها جيدا داخل المدارس، نفعل دور المسجد جوه المدرسه، نحسس الولد. فده كله شغل اداره، شغل مدرسه، معلمين متكاتفين مع اداره. تمام. النهارده ازرع في الولد اخلاق، ازرع فيه الناحيه الدينيه، ازرع فيه حب الوطن، تمام. ازرع فيه الانتماء، هيديلك. ودول لسه بتشكلهم بالفعل، لسه زرعه او دول صغيره زرع يعني. زرع صغير، تمام، نبته صغيره بالفعل. بتشكل الولد الصغير ده، بتشكله زي ابنك في البيت على ما تربيه. تمام. بتطلعه عايزين نقول لكل معلم وكل مدير وكل واحد مسؤول في تربيه التعليم، الولد ده امانه في اعنقكم، الطالب ده. اكيد. ويمكن من بعض هذه الصور المقلوبه ايضا يا استاذ جمال، من ناحيه الانشطه، ان هناك من المعلمين من لا يعني يدري اهميه هذه الانشطه بالنسبه للطالب، او كيفيه تطبيقها كمان، او كيفيه تطبيقها. بالظبط. ولذلك انا يعني انا جالي شكوى قبل كده يعني في احدى المدارس من زميل يعني بيكلمني عن ان مدرسه نشاط ما يعني بتدي لابنه او لبنته كانت بتضرب الطلبه باستمرار، يعني مخوفاهم دايما، إرهاب، يعني ارهاب، عمال مرعب. يعني معنى كده ان الحصه اللي المفروض الطالب بيخرج للترفيه فيها يتضرب، بيحس ان هو بيتعذب فيها. فيعني هيكرهها. ازاي نغير يعني فكر اللي بيدرس حصه النشاط، ونعرفه قيمه النشاط اللي بيدرسه ده بالنسبه للطالب اللي بيدرسه. لازم نفهمه ان النشاط ده يعني وسيله لخروج الولد من زي ما قلنا من الحاله اللي هو عايشه طول اليوم في المدرسه، والضغط والكبت وحصه وشرح واسمع يا ولد واعمل. انا كده بخرجه بديله عمليه زي ايه، فاصل كده، ايه تمام، يرفع عن نفسه عشان يرجع نشيط نشيط بالفعل، عنده استعداد حتى انه بالظبط يسمع كده. ويستوعب. فدي برضو راجعه لمدى اقتناع المعلم باهميه هذه الايه الحصه، تمام، او هذا الشيء اللي هو النشاط. تمام. لو المعلم مش مقتنع مش هينفذ. بالفعل. لازم نوصل الاول، يبقى هنا عمليه بقى ايه التقويم للمعلم. نقول له التقويم، حصه النشاط استاذنا الفاضل دي اتعملت عشان يعني اهميتها كذا وكذا 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 بالنسبه للطالب، فعايزين الطالب يستفيد منها، فانت ما تضيعهاش عليه، تمام. واخد بحتك. طيب اشوف كيف يدير هذه الحصه بقى، وده المهم، نعلمه كيفيه اداره حصه النشاط، تمام، وايه اللي ممكن يتم في حصه النشاط، وازاي الولد يبقى عنده اقبال وينتظرها. ليه الولد بينتظر حصه التربيه الرياضيه؟ يا سلام، اسعد يوم، كل الاولاد بيبقوا غايبين طول الاسبوع، اليوم وبيجوا اللي في فيه الحصه حصه دي، التربيه خصوصا الرياضيه. الولاد يا استاذ جمال، خصوصا الاولاد الصبيان يعني. ما تمام انا بقول لك على حاجات تمام ملاحظناها، ما دي نشاط بالنسبه للولد. بالفعل. بتخرجه بقى اقول لك ايه، ده اليوم عندي يوم الترفيه، طول السنه طول الاسبوع قاعد اذاكر وعلى الكتاب ومش عارف ايه، طب اما اروح بقى العب لي شويه، اخد حصه التربيه الرياضيه دي العب فيها في تمام. المدرسه. فالولد بيجي لحصه التربيه الرياضيه، انا عايز بقى ايه، يجي لكل حصه نشاط، اذا كانت كمبيوتر، اذا كانت كذا، اذا كانت علوم، معمل علوم، اذا رسم، كانت كذا، تمام رسم، بالفعل، اي موسيقى، واخد بحضرتك، اشغال بالنسبه للبنات، اي زراعة، حاجه، أشغال زراعه، اي بالفعل، حاجه. اقتصاد. انا عايز بقى جذب بقى زي ما حصه التربيه الرياضيه، اشمعنى حصه التربيه الرياضيه بتجذب الولد؟ تمام. ما انا عايز اوصل في سر نوصل له عشان نقدر كل حصص النشاط تبقى على هذا المستوى. ويمكن حضرتك برضو انت اتني في حته ان الولاد بيبقوا غايبين طول الاسبوع، وبالفعل بالفعل ويجي وقت حصه التربيه الرياضيه دي تمام، اليوم اللي فيه تربيه بيبقوا حصتين في الاسبوع تقريبا، هما حصتين تقريبا. ايوه تلاقي الولاد كلهم يعني موجودين حدش غايب خالص. خالص. ليه؟ عشان حصه بالنسبه لهم ممتعه، بتخرجهم من الحياه طول الاسبوع الى حاجه جديده، يلعب، يطلع طاقه، هو اصلا الطاقه مكبوته عنده بتطلع في حصه الرياضيه. عايزين بقى نقول كل حصه النشاط تبقى زي هذا المستوى، أكيد. يا ريت يا ريت. فعايزين قناعه من المدرس، قناعة. قناعه طبعا، يعني الاستاذ بتاع حصه الموسيقى مثلا لازم هو يجذب الولد، يجذبه. عندك ناس مبدع، مش كلهم اصلا مبدعين في الموسيقى، في عندك مواهب، تبني المواهب بقى، أكيد أكيد بالفعل. تتبنى المواهب
وتنميها. زمان كان بيطلعوا يا استاذ محمود ممثلين ولاعيبه كوره كل ده كان من المدارس. كل المدارس يمكن دي هي النقطه اللي كنت هسال حضرتك فيها. يعني مثلا لعيبه الكوره المشهورين القدام كلهم معظمهم كانوا ان لم يكن كلهم يعني كانوا اكتشاف من خلال المدارس من خلال دورات كانت بتتم في المدارس. بالتأكيد. ليه الامور دي ما بتتمش؟ ما هو النهارده زي ما احنا قلنا تاني ان الملاعب بدا يجور عليها المباني. تمام. هدفنا كله المباني. أيوة. في ظل التزايد السكاني. واخد بالك؟ فطبعا النهارده دي برضه بقت مشكله واخد بال حياتك. فتقلصت اللي هي الملاعب. تمام. فعشان كده ماتش في مواهب. كان الاول في بتعمل دورات زي شركات اللي بتتعمل دي كانت بتعمل دورات في المدارس وتطلعوا منها اولاد. الاول ما كانش بحاجه زي كده، كان كل مدرسه تطلع اولاد. تمام. كان يجوا الكشافين يتفرجوا على الولاد في المدارس. بالفعل هو ده كان بيتم بالفعل. ويقولوا الولد ده موهبته كويسه خدوه تبنوه في النوادي الكبيره. وكانوا بنشوفنا كتير من يعني كتير من لعيبه الكره المشهورين دول من المدارس. من المدارس بالفعل. بالتاكيد. تمام. المدارس وكانوا اطفال وصغيرين في المدارس خدوهم وعلموهم ورعوه. فلازم حصه النشاط يا استاذ محمود نرجع لها لازم ويبقى لها تقييم بقى. تمام. للمعلم وللطالب. مش عايزين حصه اتقضت وانتهت. دلوقتي الحصه اتقضت وانتهت بالفعل. مفيش حد بيبقى عندك مجرد وقت وخلاص يعني. وقت اتقضى وخلص عندنا. واحيانا وتتعمل في وقت بقى وقت مناسب. بالفعل يعني ما يكونش مثلا حصه النشاط اخر اليوم. ما نعملهاش اخر اليوم. بالفعل ولا اول يوم يعني. حتى اول اليوم. حصه ولا اخر حصه. اخر يوم هيكرهها المدرس وهيكرهها الطالب. طبعا. كله عايز يمشي طبعا. بالفعل. لكن انا احط اخليها مثلا اول حصه ايه المشكله تاني حصه ثالث حصه في اليوم. تمام. بحيث الولد يبقى موجود ويبقى فيه رغبه لهذا الشيء. لكن بالفعل. ما اكرهوش انا اروح اعمل له حصه. طب ليه مثلا حصه الالعاب لو اخر حصه الولاد بيقعدوا لها؟ برضه هنرجع تاني للموضوع طربه. تمام. لان في جذب حاجه محببه بقت محببه للاولاد. دمين. طب ما نخلينا خليهم يحبوا كل حاجه زي كده كل الانشطه. احنا نتمنى ان كل الطلبه تحب العمليه التعليميه يا استاذ جمال علشان فعلا يطلع جيل متعلم. ان شاء الله. في نهايه الحلقه احنا بنوجه سؤال للضيف اللي اتفضل. بيشرفنا وبنقول له من وجهه نظر حضرتك مين يعدل الصوره؟ ما احنا قلنا اللي يعدل الصوره بقى كلنا متعاونين مع بعض. تكاتف الجهود كلها. طبعا ما ينفعش واحد بيعدل الصوره. تمام. ما ينفعش واحد يا استاذ محمود. معلم المعلم طالب والمدرسة الأسرة. والمناهج والأسرة والبيئة كل ده يعدل الصورة مع بعضي. لكن واحد بس أو شيء واحد من ده مش هيعدل الصورة. احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا يا استاذ جمال على اللقاء الحواري الرائع دوت. وانا سعيد وان شاء الله بنتمنى تكون معنا في حلقات اخرى كما نشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة. مين يعدل الصورة؟ سؤال بنوجهه لحضراتكم لكل صورة مقلوبة بتقع عينيكم عليها. شكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين ونلقاكم في حلقة اخرى بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا.